تنقلوا إلى ملعب ونوفمبر من أجل أن يعيشوا ديربي قبائلي مميز بأهداف متباينة. شبيبة القبائل من أجل تقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن الرائد اتحاد العاصمة، بينما المواب من أجل الهروب من مؤخرة الترتيب. الأجواء كما تشاهدونها فريدة من نوعها فوق المدرجات، تعكس ثقافة وتاريخ وعلاقة أنصار شبيبة القبائل في التعامل مع المناسبات الكبيرة في انتظار عودتهم إلى المناسبات الإفريقية في قادم السنوات، حتما لأن مكانتهم الطبيعية هناك. الأجواء هي هكذا قبل بداية المباراة في ديربي قبائل كما قلت، وثب بكل وعوده فوق المدرجات قبل البداية، والتركيز كبير عند أوتشي وفيستون وكذلك عند المستقدم الجديد بيسون الذي سيدخل في الشوط الثاني ويقدم وجه مميز. بوكو سائدا أعطى ضربة الانطلاق في هذه المباراة لشبيبة القبائل، وأول فرصة خطيرة كانت عن طريق المهاجم أوتشي، وجه لوجه يسدد ولكن الحارس طوال كان في المكان المناسب. أول كرة ساخنة من جانب فريق شبيبة القبائل. الشبيبة سيطرت على وسط الميدان وخلقت المزيد من الفرص، وهذه واحدة ولكنها كانت في الشباك. حمرون يتوغل يسدد ويسجل الهدف الأول لشبيبة القبائل. حمرون الذي سجل قبل ذلك هدفا جميلا في مرمى نصر حسين داي، منحت 3 نقاط للشبيبة أنذاك، اليوم أيضا يمنحها 3 نقاط في ديربي غالي وصعب أمام المولودية البجوية. هكذا كانت التمريرة في العمق، هكذا توغل وهكذا سدد وهكذا كان الهدف الأول لشبيبة القبائل في المباراة. التمريرة من كانت؟ عبد النور، كانت من المستقدم الجديد الشعيرة الذي قدم كرة حاسمة في هذه المباراة. الفرحة كالعادة العائلات موجودة فوق المدرجات، حضرت بقوة لمساندة الشبيبة. قلت رغم قساوة الطقس فرصة لقتل المباراة في الشوط الثاني، من ضيعها مصطفى؟ أوتشي مرة أخرى، هو الذي توغل هو الذي سدد ولكنها مرت جانبية. هاي الإعادة مرة أخرى، طريق مفتوح أمامه، الاختلالات لا زالت موجودة في دفاع مولودية بجاية. كم يصعب تدارك هذا الأمور في مرحلة العودة. تردد نوعا ما، فضل البحث عن الزاوية البعيدة ولكن الكرة مرت جانبية. بعد ذلك أوتشي يسدد والحارس طوال غضب كثير على دفاعه بسبب المساحات التي كانت موجودة في وسط دفاع المولودية البجوية. بوخنشوش كاد أن يقلب الموازين في الشوط الثاني، ولكن صالحي كان كالعادة صمام الأمان بالنسبة لدفاع الشبيبة. الشبيبة التي كادت أن تضيف هذا الهدف الثاني، ولكن استماتة الحارس طوال بقت في المرحلة الثانية من هذه المباراة. والديربي الذي كان مثيرا كان شيقا، حمل الكثير من السسبنس ومعركة تكتيكية كبيرة بين دوما وبين ماضوي. ضغط هنا أوتشي، حاول أن يضيف الثاني، راوغ الحارس ولكن عودة الدفاع في نهاية المطاف أنقذت الموب من الهدف الثاني. الموب التي طالبت بعد ذلك بمخالفة، سنتحدث عنها مع خبيرنا عبد الرزاق حلالشي بعد لحظات. هل كان هناك ضربة جزاء أم لا؟ هاي الصورة وهاي الإعادة للقطة ودخول المهاجم بيسو الذي أعطى إضافة لهجوم فريق الموب في الشوط الثاني. الشبيبة حاولت في اللحظات الأخيرة من المباراة، كان بإمكانها أن تضيف الهدف الثاني، ولكن الأهم في كل هذا بالنسبة لشبيبة القبائل هو أنها تحقق ثاني انتصار لها على التوالي، تكسب الرهان في ديربي كم كان صعبا، خاصة بعد دخول بيسون الذي أسال العرق البارد لصالحي ولأنصار شبيبة القبائل في الشوط الثاني من المباراة. وهنا أيضا المطالبة بخطأ والمطالبة بضربة جزاء في منطقة العمليات، وفرصة ضاعت على المولودية البجوية في ديربي كان كما قلت مثيرا شيقا. الشبيبة عرفت كيف تفوز ب3 نقاط، عرفت كيف تقلص الفارق عن اتحاد العاصمة إلى نقطة، ومستقدم آخر بالغربي فوت على نفسه فرصة إضافة هدف ثاني والدخول من الباب الواسع
طبعا في هذه المباراة قدمت له الكرة على طبق ضيعة ولكن